العيد هذا العام مختلف عن الأعياد السابقة، اخترنا يكون في نكهات منوعة، منها الفنية، منها الاجتماعية، منها الروحانية، واليوم راح تكون نكهة شوب البلد رياضية بامتياز. محمد صلاح كان له دور كتير كبير بتغيير نظرة الشعب الإنجليزي، برازيلية وأرجنتينية. أنا كمان أصحاب مع أكثر من لاعب من المنتخب المصري. في أنا بعرف صديقات لإلي بتابعوا المنتخب اللي فيه أكبر نسبة شباب حلوين، أكثر مشجعين بكرهوا بعد المشجعين الأرجنتينيين والبرازيليين، صح؟ بلعب هجوم، كل تفكيري بيكون إني كيف أربح فريقي، كيف أحرز الأهداف. مباريات النسائية، النساء ناعمات بالملعب ولا دفشات؟ من هو الحصان الأسود في هذا المونديال؟ نروح المنتخب المصري. أنا أظن فرنسا. برازيل.